اش واقع لنا هو مقعدينا من الخدمه ما حلولناش حمامنا نخدموا فيه، هذا الشيء اللي تنطلبوا تنطلبوا حتى حنايا حمامنا يتحل، حمامات كلها هما حالين وبعد شي حمامات ما محلولينش، هذا الشيء اللي تنطلبوا تنطلبوا بالحمام ديالنا يتحل، راه ولاو الطلاب احسن منا عباد الله، حتى حنا بغينا نترزقوا على وليداتنا راه حنا اللي تنصيروا على ولادنا، هذا الشيء اللي حنا ما تنقدروش نمدوا يدينا ولكن بغينا نخدموا بعرق كتافنا. الظروف ديالي انايا ما تنلقى باش ناكل ولادي، راهي عائلتي اللي تطرف عليا شويه وما راه صافي الغالب الله، بنادم بغاو يسرق يمشي للحبس، اما يخدم بعرق كتافو احسن ليه. حنايا خدامين اخويا هي في حمام مع هاد الناس، حنا كمجموعه كلشي الحمامات حالين، حنا ما حلش لينا هاد السيده ما خلاوهاش تحل، وحنا عندنا وليداتنا وعندنا مصاريف وعندنا حتى حنا الكرا، ما كاينش اللي يعطينا شي حاجه شهر هذا تقريبا وحنايا حالين، ما فهمناش. شوف مجموعه ديال الناس هنا واقفين زعما ما كاينش اللي يعطيك حتى شي حاجه، عايشين اخويا كنديروا الميناج عند الناس كنبريكوليو هكا، دابا الحمد لله هاد اليامات بعدا كاينين هاد الانتخابات احنا خدامين مع الناس فيهم، على الانتخاب بقى فيه غير اليومايا، ما عندناش زعما ما عندناش شي مدخول منين غادي نصيرو ولا منين غادي ندير شي حاجه، حنايا ولفنا هاد الدومين ديال الحمام خدامين فيه مع هاد الناس الله يعمر عذر، زعما خدامين بخير وعلى خير، ما خصنا حتى شي حاجه مع هاد الناس، انت كتشوف هاد الناس كلهم متضررين كلهم ما عندهمش كلهم محتاجين، لان هاد الناس كلهم خدامين في حمام ما عندهمش شي بديل باش انهم يعاودوا يمشيو لشي حمام شي حمام اخر اللي خدام شي دومين راه كيبقى فيه، كلشي الناس متضرره بقات مستمره، راه ما عندناش ما نديرو، راه كنديبانيو روسنا راه كان غادي نخرجوا، ما عندناش حتى دابا حاليا فين غادي تمشي تخدم البوست اللي مشيتي تخدم راه كتلقى الناس خدامين اللي في شي ميناج خدام اللي في شي بوست خدام، ما يمكنش حاليا نخرجوا نطلبوا هادشي اللي بقى، هاد الناس ما فكروش فينا حنايا، ما فكروش المصير ديالنا اشنا هو غادي يكون مني حنايا خرجنا من الحمام، اشنا هو المصير ديال هاد الناس، المصير ديالهم كاينه اللي عند مريضه، كاينه اللي بغات تشري دواء، كاينه اللي عندها الكرا، كاينه اللي عندها وليداتها، حنا كنطلبوا منكم وتنطلبوا من جلاله الملك يوقفوا معنا في هاد الشيء ويحلوا لنا حنا حمام، ما كنطلبوا من حتى شي حد من شي حاجه. تقريبا نصف حياتي دوزته في هذا في الحمام، تنطلبوا من هاد الناس راه عيب عار حشومه شي خدام وشي ما خدام، حنا ما يبقاش فينا الحال الا كلشي ساد، حيت راه القانون علينا كنا، ماشي حنا نهار هضروا معانا، قالوا الناس دوجا المقدم عندنا، ما كامل حتى 4 ايام دابا جا المقدم، عنده الحق يدخل الحمام يقلبوا ما عندوش الحق، وحمامات اخرين خدامين، وتابعين لهذاك القايد وتابعين لهذاك الباشا، ما عندوش الحق يسد لينا، حيت الحمامات اللي تابعين ليه محلولين، وتا حنا صبا، وتا حنا عندنا التباعد، وتا حنا عندنا النقا، وتا حنا يخرج الجنة تشوف هذاك الشيء، إلا عندنا حنايا حمام بلدي راه عندنا حمام تركي صبا. وحنا شوفوا شحال الناس هزا هذاك الصبا، هادشي كله الا ما صورناش بدراعينا من داك الحمامه وليتي ما عندناش ما ناكلو، ما عندناش باش ندخلو ولادنا للمدرسه، ما عندناش باش نخلصو الكرا، الظلمه ديك الساعه في الحجر الاول عطاونا الله يخلي لنا سيدنا الله ينصرو، عطانا الدعم باش كنا شويه بعدا، ولكن دروك باش واش نخرجو المخرون نخرجو نطلبو ما يمكن ليناش، حيت حنا موالفين تنخدمو بدراعنا وبعرق كتافنا تناكلو لولادنا طرف ديال الحلال، تنطلبو من سيدنا ومن هاد السلطات اللي جينا عندهم يديروا القانون على كل شيء، ما يبقاش فينا الحال الا سدوا لكل شيء، بينهم يحلوا لكل شيء ولا يسدوا لكل شيء. دابا الاغلبيه الحمامات راه حالين والبعض ديالهم سادين، علاش خصنا حتى حنا نعرفوا علاش هاد الحمامات شي حل شي ساد، هاد الشيء اللي بغينا حيت حنا مضرورين، تضرينا بزاف، تضروا لينا ولادنا، تضرينا حنايا، ما لقيناش فاش نخدموا، لنا هاد الحرفه حنا هي اللي تنعرفوا، كاين اللي ضرب فيها 20 عام 18 عام، الميت راه ضرب فيها 8 سنين 10 سنين، حنا دابا بغينا غير نعرفوا هاد الناس علاش ما بغاوش يحلوا لينا الحمام، شي حل ليه وشي لا، هذا هو السؤال دابا حنا اللي كاينين على قبله هنايا، بغينا غير نعرفوا علاش وحدين حالين ليهم وحدين سادين ليهم، حنا يديروا لنا سواسيه، حنا سبعه في سبعه. جوج جروبات كنخدموا نهارية ونهار لا، ماشي كنخدموا يوميا، كنخدموا نهارية ونهار لا، وبالنسبة للقوانين ديال كورونا راه كنا كلشي دايرينو بالحسب القوانين ديال كورونا، ما كيدخلوش الناس بزاف، ما بالنسبة للتعقيم كاين، النظافة كاينة، كلشي موجود، كلشي كاين، كاع اللوازم ديال كورونا راه كاينين. حنا بينا شي وريقة باش نحلو حتى حنا وترزقوا الله على وليداتنا. راه عندنا حتى حنا وليداتنا راه الظروف ديالنا لا يرتع عليها دابا حيت حنا جالسين، راه لا اله الا الله محمد رسول الله.